امبارح الخميس سافر اول فوج من العماله المصريه اللي راحت تعيد اعمار ليبيا. خبر حلو؟ اه خبر حلو، يفرحني كمواطن، يفرحني كمواطن. الحكومه المصريه والقياده السياسيه نجحت فعلا على ارض الواقع انها تضبط الاحداث جوه ليبيا وتسيطر سيطره كامله وتسمح للحكومه الليبيه انها تبسط نفوسها. نتج عن ده ان ليبيا منهكه، محتاجه بنيه تحتيه رئيسيه كبيره. العالم كله بيشهد الان بان مصر فعلا نجحت في السبع سنوات الماضيه انها تؤسس لبنيه تحتيه رائعه، طرق، كباري، مستشفيات، منظومه تامين صحي، الى الكلام ده. طيب ففي اتفاق، وزير العمل الليبي اعلن ان الاتفاق بيقول ان في مليون عامل مصري هيسافروا الى ليبيا بدايه من اول اكتوبر الحالي. مين العماله اللي ليبيا عايزاها؟ المليون دي اول عن اخر ولا في عماله تانيه اكتر؟ وهل معناها ان كلها تبقى عماله تتعلق بالتشييد او البناء، ولا في عماله تتعلق بالهندسه والطب والتدريس؟ معايا على التليفون نائب رئيس شعبه الحاق العماله المصريه بالخارج باتحاد الغرف التجاريه الاستاذ عبد الرحيم المرسي. مساء الخير استاذ عبد الرحيم. مساء الخير استاذ محمد، مساء الخير على الساده المشاهدين، اهلا بحضرتك. خلينا نقول ان انا كمواطن سعيد بخبر توفير فرص عمل لشبابنا واولادنا للعمل في اعاده اعمار ليبيا. بس اتمنى، وهذا ما وعدتني به حكومه مدبولي او وعدتنا جميعا، ان السفريات اللي دي غير السفريات اللي قبل ثوره يناير، وهيبقى حقوق العماله المصريه مؤمنه الى اخره. اتفضل كلمنا عن هذه الخطوه. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك بالنسبه لدوله ليبيا هي من اهم الدول بالنسبه للعماله المصريه لملائمتها للعامل المصري. العامل المصري من الدول اللي بيحب يشتغل فيها واللي بيحب يعيش بجوها هي دولة ليبيا لأسباب كتير جدا. كمان الشعب الليبي نفسه بيأمن مع العامل أو المهن المصري في أنه يقوم بالعمل على أعلى مستوى. القصة إن شاء الله الأمور لما تتفتح بإذن الله خلال الفترة القادمة هيكون في على الأقل خالص فعلا توظيف مليون مصري مبدئيا، وليس يعني هو الرقم الاساسي في القصه. انا بتوقع ان خلال السنتين القادمين في حاله فتح دوله ليبيا للعمل على اقل تقدير من 2 ل 3 مليون في اول عامين، يعني لا يقل عن كده. العماله المفروضه في دوله ليبيا تقريبا كل العماله العامله في مجال المقاولات او مجال المعمار من فنيين لحرفيين لعمال لمهندسين لمساحين لمشرفين للقطاع كاملا يستوعب كافه انواع العماله اللي هي اصلا من اساسه موجوده في مصر. في منها رجع من منطقه الخليج، في منها متواجد من اللي كانوا راجعين من ليبيا، في منها مدرب وجاهز دلوقتي للسفر. فبلا جدال انفتاح دوله ليبيا على العمل، مع اني انا كنت بتواصل مع احد المسؤولين الكبار في وزاره الاتصالات العامله بساله عن اخر المستجدات في هذا الامر، فقال ان في وفد مصري هيسافر خلال الاسبوع القادم اللي هو اللي جاي ان شاء الله او اللي بعديه بكثير خالص لتفقد الحاله الامنيه على الارض على الطبيعه. يعني احنا مش بنبعت ولادنا كده وخلاص. لا، الدوله المصريه حريصه جدا لابعد الحدود بالرؤيه على الارض، مش من خلال تقارير يا استاذ محمد. القصه قصه اهتمام دوله بالمواطن وازاي هتكون حقوقه، ازاي هيكون مؤمن في المكان اللي هو فيه، عمليه تحويلاته، عمليه حقوقه داخل البلد. طب النظام بتعمل نظام رسمي لعمليه سفر العماله الى دوله ليبيا، زي النظام مثلا المتبع في المملكه العربيه السعوديه زي كذا، بحيث ان العامل يبقى عارف ازاي هيحصل على حقوقه. طب كلمني عن نوعيه التخصصات المستهدفة في ليبيا طوال السنتين القادمتين. شوف حضرتك، أنا بالنسبة لي أنا كراجل متخصص في هذا الأمر، دولة ليبيا من خلال تواصلي مع المسؤولين في ليبيا مع المهتمين بالعمالة في ليبيا، جميع التخصصات تقريبا مطلوبة هناك، إلا أن التخصص في مجال المقاولات كاملا مطلوب كميات منه بلا حدود. يعني أنا مش عايز أقول لحضرتك أن
الطلبات اللي بتيجي يعني الارقام بتتجاوز فوق ما تتخيل وفوق ما فوق التقديرات اللي احنا بنعملها. خير لكلا البلدين استاذ عبد الرحيم. حتى مجال الزراعه انت واخد بالك في دوله ليبيا اتطلب ناس كتير جدا الفتره الماضيه وعلى امل. لا دوله ليبيا محتاجه الشعب المصري يقف جنبها الفتره القادمه ومحتاجه كثافه عماله، وهي في حاجه ماسه حاليا الى كافه انواع العماله المصريه ومن ضمنها المجال الطبي اللي حضرتك بتتكلم فيه. في عجز رهيب جدا في دوله. طيب استاذ عبد الرحيم يعني واحنا بنتكلم في عماله مصريه بتشوفنا دلوقتي واول مره تسمع عن الخبر دي والخبر ده ونفسها تسافر ليبيا، تعمل ايه؟ ايه الخطوات؟ تيجي لمين في مصر؟ تدخل على ايه؟ على الانترنت؟ شوف حضرتك هيكون في اعلان، انا لما اتكلمت مع المسؤول الرسمي في وزاره الشؤون العامله قال ان هيكون في اعلان من الوزاره لبدء لستارت السفر الى ليبيا. في هذه الحاله هيكون في الجهات اللي هتكلم حضرتك عليها دي تقدر تستفسر منها عن ازاي يسافر وازاي يعمل. يعني خلينا نقول ان هو هيتواصل مع وزاره القوى العامله. هيتواصل مع وزاره القوى العامله والمديريات التابعه لها وشعبه الحاق العماله بالغرفه التجاريه. والناس اللي هي مسؤوله عن هذا الامر ان كانت في مجال في وزاره القوى العامله او عندنا في شعبه الحاق العماله، لان هنديله الطريق الصحيح وقتها انه يقدر يسافر بامان. يعني موضوع الوفد الامني اللي رايح هيفسر حاجات كتير جدا بعد ما يجي وهيوضح حاجات تماما. عندك تصور عن مرتبات هناك او كده عماله؟ والله المرتبات فيها تجاوزات النهارده نظرا لندره العماله المصريه خلال الفتره الماضيه، ف يعني مثلا تجاوزت 300 دينار ليبي في اليوم للحرفي او المهني. الدينار الليبي بكام؟ استاذ ابراهيم 3 جنيه مصري. ب3 جنيه. ماشي. يعني انت بتتكلم يعني في المتوسط من 900 ل 1000 جنيه في اليوم. في اليوم حاليا انت واخد بال حضرتك يمكن مع توافر العماله يقل هذا الرقم او يزداد حسب طاقه الاستيعاب خلال الفتره القادمه.